السؤال الأخير، شوف باش نتكلموا بلعبي، هذا ركونا من التأويلات والمزايدات والكلام. الناخب الوطني تركوه شأنه، احنا رانا نساندوا فيه، نقول لك من المنبر هذا له كل المساندة ليا، له كل المساندة ليا، وانا راح نعمل ويدي ممدودة ليه ونعطيه كل، نقول لك حاجة، راح نضاعف له الإمكانيات حتى ينجح في المهمة تاعو.